بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 21 من شهر كياهك المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. تعيد الكنيسة اليوم بالتذكار الشهري لوالدة الإله القديسة العذراء الطاهرة مريم، شفاعتها فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 61 ميلادية استشهد القديس برنابا أحد 70 رسولا. ولد في قبرص، ولما كبر أرسله أبواه إلى أورشليم ليدرس العلوم اليهودية، وهناك تتلمذ مع شاول الطرسوسي على يدي غمالائيل معلم الناموس. وإذ كان ملازما للرب عينه ضمن 70 رسولا، ودعي من الرسل برنابا، أي ابن الوعظ أو ابن العزاء، ونال مع التلاميذ نعمة حلول الروح القدس في يوم 50، وهو الذي قدم شاول الطرسوسي إلى الرسل والكنيسة في أورشليم. وعند عودة القديس برنابا وشاول إلى أنطاكيا أخذ معهما مرقس ابن أخت برنابا، وهناك قال الروح القدس للكنيسة: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي، ثم أطلقوهما للرحلة التبشيرية الأولى. وعند بدء رحلة بولس الرسول الثانية اختار سيلة، أما القديس برنابا الرسول فأخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وفيها بشر ورد كثيرين للإيمان بالسيد المسيح. فحنق عليه اليهود وأمسكوه ورجموه بالحجارة، ثم أشعلوا النار في جسده، ففاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة، أما جسده فظل سالما. فأخذ جسده القديس مرقس الرسول ودفنه في مغارة، وما زال قبره في مدينة سلامينا بقبرص. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. ربنا موجود.